اسم البيت الأبيض ونستكمل مسائيتنا على التردد الثاني. Use authority criteria for Paxlovid, I have recommended initiating such treatment. The president is fully vaccinated and twice boosted, so I anticipate that he will respond favorably. وهو يستجيب بطريقة إيجابية مثل ما يفعل كل مواطن محمي، إضافة إلى أنه محمي من الأمراض المعدية وسيتم حجره حسب التوصيات. أريد كذلك أن أقدم لكم نشاط الرئيس، عمل من محل إقامته مثل ما فعلنا أثناء الجائحة، وكذلك اتصل بي واتصل بدكتور جاف، والرئيس كذلك اتصل بسيناتور كيسي وكذلك عمدة كريستن وعمدة ويلكون وممثل كليبرت. وقد تم تأجيل زيارتي لبنسلفانيا، تحدث كذلك مع سفير كورنين ورأينا الصور والفيديو الذي قدمنا له لكم بكل شفافية، وسيواصل العمل من محل إقامته. ومثل ما قلنا الدكتور شيجا المنسق سيلتحق بنا، ومثل ما غردنا تم الحديث مع الرئيس، ويقول الدكتور أنه لديه بعض السعال ويشعر ببعض التعب، ولكنه يعمل مجتهدا من أجل الأمريكيين. تفضل دكتور جا. مساء الخير جميعكم، أنا سعيد بتواجدي معكم. إذن تحدثت مع الرئيس وتحدثت مع دكتور كورنر المشرف على الرئيس، وأريد أن أشارك معكم هذه المكالمة. بعد حديثي مع الرئيس قال أنه يشعر بتحسن، سألته كيف حالك؟ قال أنا بخير، وأنه عمل صباح اليوم، وطلبت منه أن يكمل فطور الصباح. وفي حديثي مع الدكتور كورنر تحدثنا عن الحالة الصحية للرئيس. الرئيس قام بفحصه المعتاد ولديه بضعة أعراض خفيفة، ولكن فحصه كان عاديا. وبالطبع الدكتور الطبيب طلب منه أن يلتزم بالحجر. أريد أن تسمحوا لي ببضع دقائق حتى أشرح بأن الرئيس الذي تلقى جرعتين إضافة إلى جرعتين إضافة المعززتين، فإن المخاطر منخفضة جدا. كذلك يتم العناية به وتلقى مضاد فيروسي، وهذا تذكير لكم بأنه علينا أن يعمل كل أمريكي أن يحمي نفسه بنفس الطريقة التي يحمي بها الرئيس نفسه، وأن نتمتع بنفس المناعة، وأن نتلقى كذلك العلاج اللازم. هذه الأمور مهمة للرئيس مثل ما هي مهمة لأي مواطن أمريكي. وقد عملنا جاهدين في آخر 18 شهرا حتى نواكب حملات التلقيح، وكذلك حتى تتوفر الأدوية مثل ما فعل الرئيس، لأن الفحص يمكن من اكتشاف المرض بسرعة. واستمعنا من كل الأطباء بأن الوقاية خير من العلاج. وأريد أن أتحدث كذلك
عن هذا التحور ب15 الذي يجتاح الولايات المتحدة، وتذكير بأنكم إذا تجاوزتم 50 سنة من العمر وإن لم تتلقوا التلقيح عليكم أن تبادروا باللقاح بسرعة، لأنه سيحسن مستوى مناعتكم ويبعدكم عن مخاطر الكوفيد. دعوني أكمل بالقول بأننا نعمل جاهدين حتى تتحسن حالة الرئيس وحتى يتلقى العلاج اللازم، مثلما عملنا على أن يصل كل مواطن أمريكي نفس العلاج بأفضل اللقاحات وبأفضل العلاجات وهي متوفرة. وأستغل هذه الفرصة حتى أذكر الجميع بأن يحموا أنفسهم باللقاح وأن يتم تلقي العلاج إذا ما تعرضتم إلى أي عدوى. سأتلقى الأسئلة، تفضل. هل تم التعرف عن المتحور الذي تعرض له الرئيس؟ سؤال جيد.